بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حنا كسكان وكمجتمع مدني وكمواطنين ديال المدرسة ديال دار السلطان، حنا كنعانيو من هذه المشاكل ديال الاكتظاظ، وفي نفس الوقت قال لك ريبوا الأقسام باش يحولوا الدراري لدوار المحاميد 10، يعني الدراري غادي يضربوا 10 كيلومتر على رجليهم باش يمشيو يقراوا في المحاميد 10، يعني جاو ريبونا الأقسام اللي كانوا الدراري تيقراوا وكنا صابرين دوزنا عام الفايت يعني في الاكتظاظ، قراوا الدراري غير 3 السوايع اللي كانوا كيقراوا، وصبرنا عام قال لك باش يلقاو لنا الحل باش يبنيو الاقسام اخرين، وفي نفس الوقت جاو ريبوا الاقسام اللي كنا قادرين فيهم الغرض، ريبوهم، ما تشاوروا مع المجمعيات، ما تشاوروا مع السكينه، ما تشاوروا مع الاباء، ولا مع حتى شي حد ما تشاوروش معاه، جاو ريبوا لنا الاقسام يعني كيديروا داك الشيء اللي بغاو، هاد الناس ما كيتشاوروش، اللي كيجيو كيديروا داك الشيء اللي قال لهم رسوم، يعني ما عندهمش ضمير حي، باش يسيفطوا الدراري 10 كيلومتر، الدري غادي يمشي 10 كيلومتر، وفي الطريق عندنا الطريق تنسميوها وادي الموت، ما كاين غير 120 الفوق و100 باش كيمشيو الطوموبيلات والكميوات، يعني حنا خصنا نصيفطوا ولادنا الله يجازيك بخير ويمشيو في هذا واد الموت، باش نصيفطوا هاد الوليدات باش هاد الناس يخدموا على خاطرهم، علاش ما يلقاوش الحل ذاك النهار ويعطيونا سميتو، وهنا في مدام المدرسة ما عندناش البلايك ديال سميتو، ما عندناش البلايك التشوير، وما عندناش البلايك ديال سميتو انتباه اواد المدرسة، وما عندناش الضوضان اللي كينقصوا السرعة. وممر الرجلين يعني تقريبا شبه ممسوح ما بقاش، وهاد الناس يعني ما كانش انتباه، ما كاين مراقبه لا من نيابه التعليم ولا من المسؤولين ولا من المنتخبين، يعني هاد المدرسه راه مهجوره، يعني هاد المدرسه بحال كاينه شي خلا ما عندها لا مراقب ولا يديك ولا يخليك. الله يجازيكم بخير، كنوجه لكم هذه الرساله باش تناظروا من حالنا، الله يجازيكم بخير. جوج ثلاثه. السلام عليكم، حنايا دار التجزئه دار السلطان مكرفصين ولادنا لا علاقه بالدراسه، راه المدرسه ريبوا علينا الحشومه وعيبوا العمل، ما كانش المدرسه ويخدموا قال لك البنايه وقريوا ولادنا في جوج اقسام، عيبوا وعاش الملك وعاش جلاله الملك وعباد الله، راه عندنا التعليم خطر، وحنا في 2018 حنا في 2018 وباقي التعليم هذه المهزله، واش هادشي وراء التعليم في المهزله عباد الله، واعتقوا دار السلطان اعتقوها راه التعليم في المهزله، هادشي راه ماشي معقول، هادشي عيب وعار، واش حنا في 2018 وباقي التعليم عندنا مستوى، راه عيب هادشي والله عيب، شوما عيب وعار، واش جلالة الملك تايناش تكون في القرايه والتعليم، فينا هو التعليم؟ فينا هو التعليم عباد الله؟ لا يوجد تعليم، ما كاينش تعليم، حنا كنطلبوا من هاد الناس الحلول، كيديروا معنا حلول ويجلسوا معنا في الطابله ونناقشوا هاد الموضوع، ثلاث سنين هما كيجيونا وكيجيبونا، علاش؟ علاش؟ الدراري كيجيب 10 كيلومتر وعاود يضرب 10 كيلومتر، علاش؟ على حنا ماشي مواطنين، حنا حيوانات، ولا كيبان لي في نظرهم حنا، حتى حنا بغينا نديروا داروا هما الفوضى، حتى حنا بغينا نديروا الفوضى باش يطبق القانون، حنايا واش هما عندهم الفلوس؟